افاد مصدر حكومي مطلع بالانتهاء من التشكيل الوزري وتشكيل المحافظين ومراسم حلف اليمين خلال ايام مع الاستعانه بالكفاءات الوطنيه والخبرات الدوليه أشار المصدر الحكومي المطلع إلى إجراء رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، لافتا إلى أن معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار. كما أوضح المصدر الحكومي المطلع أنه يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.